تابعون جميعا متابعي قناة دبي ريسينج وقناة ياسر الرياضية، هكذا تعلن سادس انطلاقات هذا الصباح، والشوط السادس الخاص بالحول المهجنات الأصايل. نسير مشاهدين الأعزاء مع هذه الشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان، وننطلق من خلال هذه المنافسة القوية ومن خلال هذا الأداء المتميز مباشرة إلى الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلال يضمرها في المركز الأول. نقلة إلى المركز الثاني اللي غيرت على المركز الأول، وصلت هذه اللحظات هملولة من هجن الرياسة علي بن يميل إلهي بيضمرها، بينما المركز الثاني تحديات الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي، المركز الثالث وصلت الوثبة سلطان بن محمد الوهيبي يضمرها القادمة من هجن الرياسة، تأتي من خلال هذه التحديات نقلتنا إلى المركز الرابع من الزاوية الأخرى اللي تدخلت هذه اللحظات. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، رسالة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيق بن سالم بالعرطي يضمرها ليقدم لنا هذه الانطلاقة هملولة، أخذت المركز الخامس لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي في التضمير، بينما سادس المراكز الوصول والدخول من الشاهينية لهجن الرياسة يتقدم هناك أيضا، أو لهجن العاصفة غياث الهلال الشاهينية يقدم لنا في سادس المراكز المركز السابع. هنا الوصول ايضا من خلال الشاهينيه سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعيلب الهايري، وصلت الشاهينيه في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء لهجن الرياسه واحمد بن مايد الخيلي والتضمير ايضا والتدريب والعنايه يتابع هذه الانطلاقه. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام على المركز الثامن، تاسع المراكز شاهينيه من هجن العاصفه وغياث الهلالي، بينما المركز العاشر هملوله لهجن الرياسه والظافر علي بن يميل الوهيبي يقدم لنا هملولة من الزاوية الأخرى على عاشر المراكز. هذه النتيجة وهذه هي العشر المراكز الأولى المتقدمة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عشاق الأصايل محبي هذه الانطلاقة الجميلة، مشاهدينا ومتابعين الكرام هكذا النتيجة، هكذا الأسماء، هكذا الإثارة والقوة والحماس هنا من خلال هذه أيضا الانطلاقات. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول والصدارة الأولى مع هملولة، هملولة من هجن الرياسة يتقدم الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثاني رسالة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيق بن سالم بالعرطي يضمرها ليقدم لنا رسالة. أيضا تقدمات شاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي، تدخلت الوثبة، الوثبة لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا الوثبة. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة والمنافسة من أجل هذه الانتصارات ومن أجل هذه التحديات الكبيرة، الأربع اللي بهنزان اللقاء، منافساتي أيضا سن الحولي والزمول. المركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية، الشاهينية من هجن الرياسة واحمد بن مطر بن مايد الخيلي ضمرها، وصلت المركز الخامس، بينما اللي تدخلت في سادس المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهاجري في التضمير، ولكن هناك الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي يضمرها، والوصول الاخر من شاهينية اخرى ايضا لهجن العاصفة وغياث الهلالي. ما شاء الله تقديم نوعيات فريدة للغاية وانطلاقات مميزة. وصلت هذه اللحظات ايضا هملولة لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابعها في هذه الانطلاقة ايضا وفي هذا الاندفاع على المركز التاسع المركز العاشر. اول ندى لملوح سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسالم بن نايع
بن سالم بالشاوي الغهلي وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا ملوح. هذه نتيجتنا وهذه هي اسمائنا العشر المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه النتيجه وهذه هي ايضا الانطلاقات القويه وتحديات الاسايل. عوده الى الصداره الوثبه اللي خذت المركز الاول. الوثبة وهملولة من هجن الرياسة، إذن هناك الوثبة يضمنها سلطان بن محمد الوهيبي وهملولة من السياج الخارجي أيضا من المسار الخارجي تاتي بشعار هجن الرياسة ويضمنها علي بن يمية الوهيبي. المركز الثالث تنضم هنا اللي هي الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في التضمير والتدريب مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بينما وصلت الشاهينية تقدمت الشاهينية خذت المركز الرابع ما شاء الله تبارك الله. هناك الشاهينية لهجن الرياسة ويتقدم أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما هناك أيضا وصول من هملولة لهجن الرياسة ظافر علي بن يميل الوهيبي يقدمها على المركز الخامس. المركز السادس هملولة من هجن الرياسة ظافر علي بن يميل الوهيبي. سابع المراكز تحركات الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي. المركز الثامن وصلت يد الحظ وصلت ملوح وتدخلت ملوح ولكن هجن العاصفة من زاوية الأخرى تأخذ المركز الثامن لهجن العاصفة. غياث الهلالي يقدمها في هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام وفي هذا الأداء المميز والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الأداء المميز والتحدي الجميل. يا لها من أسماء قادمة وتحديات مثيرة ما شاء الله. القدوم من ملوح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. إذا هناك أيضا يتواجد سالم بن نايع بشاوي الغفلي. هذا نيدانا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره الاولى اللي غيرت المركز الاول، اللي خذت الصداره الاولى، اللي تقدمت في الصداره في المركز الاول في مقدمه هذا الشوط. هذه الشاهينيه لهجن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي. الله. المركز الثاني هملوله من هجن الرياسة ليتقدم هناك ايضا علي بن يميل الوهيبي. الوثبة في المركز الثالث من هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع ايضا وصول من الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي. هملولة تدخلت ايضا او الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي ضمرها. الوصول الاخر والدخول من الشعار القادم بكل نشاط وحيوية القادم بكل اداء. هذه مناوره لسمو الشيخ خليفه بن سيف او سيف خليفه بن سيف ال نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي. يضمرها مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هذا الشوط ايضا تتقدم فيه هذه الاسماء، هذه الدرر، هذه الانطلاقه، هذه التحديات المثيره من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا التحدي. ما شاء الله وصلت هملوله الهجن الرياسة ايضا علي بن يميل الوهيبي. ولكن العودة الى الصدارة الاثنين كيلومترات هناك الصدارة، هناك المركز الاول. الشاهينية هجن الرياسة احمد بن مطر بن مايد الخيلي يتقدم في الصدارة الاولى. الفيلسوف يقدم الشاهينية باللون الاحمر على الصدارة الاولى. المركز الثاني هملولة الهجن الرياسة
الياسة ايضا باللون الاحمر. علي بن يميل الوهيبي وصلت الشاهينية. هجن العاصفة، هجن العاصفة، غياث الهلالي، غياث الهلالي يقدم هذا الاسم. المركز الرابع الشاهينية، هجن العاصفة، ايضا غياث الهلالي في التضمير وفي التدريب. مناورة، مناورة، مناورات خطيرة على المركز الخامس لسمو الشيخ سيف بخليفة بن سيف النهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي وصلت ايضا هملولة لهجن الرياسة. ايضا هناك علي بن ميل الوهيبي في التضمير والتدريب. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، بينما الوصول الاخر والقدوم ما شاء الله اهتمام هجن الرياسه. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وصلت هملوله لهجن الرياسه، وهملوله اخرى من هجن الرياسه. الظافر علي بن يميل الوهيبي عوده الى الصداره، عوده الى المركز الاول، عوده الى الكيلومتر الاخير. الغلاف الجوي غير في هذا الجو الرياضي، في هذا الجو الرياضي، في هذا الجو غير، والأداء غير، والتحدي غير. إذا الشاهينية لهجن الرياسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يضمرها، بينما المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة. الظافر علي بن يميل الوهيبي المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة. غياث الهلالي مناورة، 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 وصلت بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. وصلت هملولة، تدخلت هملولة لهجن الرياسة. الظافر علي بن يميل الوهيبي يقدم هذه النوعيات، يقدم هذه الفرايد في هذا الأداء، في هذا التميز. دشت معاها واسمها هملولة اللي على الصدارة. انفراد جميل، تحدي مثير مع الشعار الأحمر، مع مؤسسة هجن الرياسة على صدارة هلولة، على المقدمة الأولى هملولة من هجن الرياسة. الظافر علي بن يميل الوهيبي مناورة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الهيان. سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن بدأنا بالاقتراب. وصلت مناورة، ولكن هملولة على الصدارة على المركز الأول. ظافر المضمرين، مشكور يا أبو سعيد، مشكور باسم الجمهور. تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز بالمركز الأول. مركز ثاني مناورة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الهيان. المركز الثالث والدخول ايضا ما بين هملولة والشاهينية من هجن العاصفة. خامسا الشاهينية لهجن الرياسة. هكذا متابعين الكرام، هكذا الاداء المميز والجميل، هكذا الاداء المتميز مشاهدينا ومتابعين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ايها المتابعون جميعا، 12 دقيقة 24 ثانية، 6 اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للظافر علي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصلت فيه ايضا مناورة سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان بقيادة سعيد بن مبارك الوهيبي. 12 دقيقة 24 ثانية، 9 اجزاء من الثانية. تهانينا لهم والناموس على هذا الفوز. بينما اللي وصلت في المركز الثالث دخول جماعي، ولكن هملولة 12 و26، 9 اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للظافر علي بن يميل الوهيبي، تهانينا والناموس.